من أهم الأسس، البرودة الجنسية سبب نفسي ولا عضوي؟ اغلب البروده الجنسيه اذا بدك تحكي 95% بروده نفسيه، نفسيه ستريس شغل، ستريس البيت، خنق هي وجوزها، منا ماشي حالها هي وزوجها، كتير عم يتخانقوا، كتير وصلوا على فتره مضغوطين بحياتهم، صار الانفجار 4 آب وكسر بيتهم وشيز ستريس، اكيد ما رح توصل المرأة، مش ممكن توصل، يعني كيف بدها توصل؟ حتى الرجال يمكن ما رح يقدر يوصل للنشوة. بس ليش ما بنلاقي بروده جنسيه مع الشريك الاخر اللي مش الزوج او الزوجه، مع الطرف الثالث؟ يعني دائما البرودة الجنسية محصورة بالزوجين داخل البيت. ايه، لانه هن اللي عايشين مع بعض، يعني هن they are seeing each other، يعني هن بي 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 بينقلوا خلافاتهم الباطنية، اللي انا وياك مثلا انا معصب منك ومعصب منك لانك حكيتني هالكلمة، وانا بهيدا بتصير ما 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 وسبب بتصير عندها برودة جنسية، هي سبب لكثير من الخيانات. صح، اكيد بينسير. مع الأسف. وكيف هي بتعرف؟ كيف هي بتعرف؟ هي كيف المرة كيف بتعرف وقتها بتعمل هالخيانة؟ تلاقي انه بالوقت بتروح مرتاحة أكثر. والرجل نفس الشيء. بس هو لأنه في تنشن بيناتهم، أو في مشاكل، أو في ستريس، وعايشين تحت ستريس، أو ما معهم مصاري، أو عم ضيقين مادياً، أو شيء، يعني في شيء هو اكثر شيء. او وصلت على المينوبوز، الرجال ما بيعرفها بسن الياس مثلا او بسن الامل. ونوصل على وصلت مرته بلش تعمل هبات، هون اكيد ما رح توصل، لانه يعني لازم تستشير طبيب ويشوف لها شو السبب الاساسي لهالشيء لحتى يقلها ويرشدها لهالشيء.